يا صباح الخير، ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جميل ان شاء الله باذن الله. قررت ان انا اصحى بدري مخصوص في الجو اللي انتوا شايفينه ده وصوت العصافير الجميل اللي انا بحبه وبعشقه، علشان خاطر انا قررت النهارده ان انا اعمل مفاجاه لحمدي ووفاء ولكل اللي بيك كمان. لازم ابهرهم النهارده بحاجه هما مبيبقوش متوقعينها. ايه هي الحاجه اللي مش متوقعينها؟ هنكمل الفيديو مع بعض عشان نشوف ام زياد صحيت بدري وعملت كوبايه النسكافيه ديت علشان هي ناويه تعمل ايه النهارده. يلا بينا يلا بينا حبايبي، اتفضلوا معايا النسكافيه. طبعا انا ما لقيتش نسكافيه فحطيت قهوه مكان النسكافيه، فعادي كله شغال. ما اعرفش طبعا حاجه في المطبخ، ايدي مش واخده عليه قوي، كله شغال. يلا بينا نشوف انا ناوي اعمل ايه النهارده، واكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم. حبايبي بقى انا حطيت طبق كده فاضي في حته جبنه قديمه وحته جبنه ثلاجه، وقطعت الطماطم زي ما انتم شفتوا، شويه طحينه شويه زيت قلبتهم بقى في قلب بعضه، جبت البتنجان شلت القمع اللي من فوق فتحتها فتحه بس مش للاخر زي ما انتم شايفين كده، والفلفل نفس الحكايه شلت القمع اللي فوق برده فتحته نفس الفتحه بس ما عدتش الفتحه للاخر. بصوا بقى الطماطم انا قطعتها ازاي عشان اخللها برده. هنا بقى البطاطس بقى انا بقليها اهي دلوقتي صفرة طبعا وجميله وشكلها جميل تفتح النفس. هقلي بقى البتنجان كده على طول. طبعا انا جبت هنا فصين ثوم، ليمونه، رشه فلفل اسمر، ورشه كمون وكزبره، ومعلقه هريسه، وقلبتهم في قلب بعض، واخلي البوم بقى ايه البتنجان. شفت الفتحه اللي احنا عملناها؟ احط بقى فيها ايه من الخلطه اللي انا عملتها ديت. بصوا انا هحط لكم الطماطم ايه بين الفتحات اللي انا عاملاها، وده الشكل النهائي وبالهنا والشفا. معايا بصلايه وقرن فلفل هقطعهم بقى طرنشات صغننه خالص، ومعايا اربع بيضات هفضيهم في الطبق، رشه فلفل اسمر، رشه ملح بسيطه، واقطع لهم البطاطس والطماطم مع شويه جبنه رومي كده حوالي معلقتين، قلبتهم في بعض وعملتهم ايه في الزبده كده ايه بعد ما سخنتها. هنا بقى معايا بيضتين حطيت عليهم شويه عجينه من الطعميه وقلبتهم مع رشه كزبره. حبايبي زي ما انتم شايفين خلاص السفره بتاعتي خلصتها. طبعا انا هحول الاكل ده على السفره، بس طبعا مش هناكل دلوقتي الا لما حمدي ووفاء ينزلوا. طبعا انتوا عارفين هم عرسان جداد بقى ولازم ايه ندلعهم. صباح النور. ايه المفاجاه دي؟ المفاجاه دي عشان حمدي لا نمت وصحيت بدري. امال عملتي الاكل ده امتى؟ المفاجاه دي انا صحيت بدري اعملها عشان خاطر حمدي ووفاء. ووفاء تعبت امبارح فانا كنت لازم بعمل لها السفره الجامده دي وليكوا طبعا. ما هو كان المفروض دي نعمل الحفله دي من بدري يعني عشان تعمل لنا كده كل يوم. ليه يا حسن؟ ده فول وطعميه وحاجات عاديه. تسلم ايدك يا ابو احمد. انتوا عاملين ازعلين وش هو يعني الفجر؟ يعني الناس نايمه الفجر. صباح الخير يا جماعه. طبعا احنا ايه ده؟ ده عاملين فطار. اتفاجئت زي كده بالظبط. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ما شاء الله فطار عرايس. صحيت امتى؟ وعاملين وش ولا ايه تمام؟ ما احنا عايزين نشبع منه. الفطار الجامد اللي يفتح النفس ده. ده كده فطار جامد بالنسبه لكم؟ اه والله جامد. بجد والله. يا جماعه والله انا ووفاء نايمين متاخر لان طبعا كان من الحفله زي ما انتم شفتوا تعبنا وكملنا بعد ما صورنا كمان. يعني بنحب احنا الفرحه والهيصه، وطبعا انا كان لازم انا منتج الفيديو عشان تشوفوه في التوقيت اللي انتوا شفتوه ده، فما كانش ينفع نتاخر، ففضلت بقى قاعد على الجهاز لغايه لما خلصت مونتاج انا والاستاذ يحيى. طبعا بنشكر يحيى طبعا بطل المجهول اللي واقف ورا الكاميرا، شكرا يا يحيى طبعا. واستنوا مني مفاجاه ليحيى ان شاء الله هتبقى خطيره جدا ان شاء الله، عشان يعني نديله بس بجد كده بجد. من عملنا معاه مش هنوقف اللي هو بيعمله بجد. يعني استاذ ورئيس قسم يعني علوه على البتاع. علوكوا على حاجه، عايز اقول على حاجه. يحيى اكتر واحد فينا عنده ثبات قدام الكاميرا. متخيلين ان هو ورا عمالين بيتكلم عليه؟ هو دلوقتي واقف ورا ما بيبتسمش، عنده ثبات انفعالي ولا يعبرنا فاهمين يعني. هو عادي. انتوا عارفين ان انا احسن واحد بقول افيهات في الدنيا، اكتر واحد بضحك ما بيضحكش على افيهاتي ولا على افيهاتي يا جماعه. يا ابني مخرج الله يبارك له بجد، يا ربنا يحميه. طب يلا عشان الاكل ما يبردش، واضح ان انت يا رب بس الاكل يعجبكم. على والله حلو والله. انا لو كنت اعرف انت كنت تقف وتعمل، لو اعرف اروح واجي هنا في المحلات اللي هنا انا كنت عملت لكم حاجات ابدع من كده. لا جميل والله. يعني انا كنت عامله طعميه وعجه وعملت حاجات والله اللي موجوده في البيت. جميله. فاحنا احنا نصحى من النوم ناكل. انا عارف بس دخلتنا في مود الجواز وبتاع. ها؟ هنعمل بقى فطير بقى هيدلعونا. يا سلام، فكره جهنميه اقسم بالله. هتدلع. دخلونا في مود الجواز والفرح. يلا بينا نمت. صباح الخير. شفتوا عشان خاطرنا صباح عملت ايه؟ الله اكبر عليك. يا رب تتجوزوا كل يوم يا رب. يا رب. خليكم قاعدين معايا بقى عشان تعيشوا العيشه دي على طول. لا بس دلع، انا عمري ما اتدلعت كده، انا خايف ابوظ منهم.
جميل والله. موضوع الفطار في بدري ده بيبقى حلو. احنا طبعا بنصحى قبل ما بنجهز وبنعمل بناخد وقت شويه. حلو يا وفاء. حتى مين بقى مراته بتدلعه كده يعني؟ انتوا اغلبكم اكل او اغلبكم كلكم متجوزين. انا وفاء على طول مدلعاني يا اخويا. اكيد السنه دي على طول مدلعاني. امال هعمل لها فرح جديد ليه؟ صحيح بتعمل لك كده في البيت. انت مديك مزيان. عايز اقول حاجه انا والشيف ان احنا كل يوم برضو بنفطر الفطار الجامد دوت بس بيبقى متاخر شويه. ما انا لسه بقول يعني وفاء مش مقصره بمرضي الله. الفكره انه بدري ده النهارده بدري. انا بتفرج على الحفله للمره 19 عشان نلحق نشبع من بعض. حد زيي ولا انا مجنون؟ لا حلو. انا للمره 19 متشكرين يا ام زياد. متشكرين. الله ينور يا ام زياد. استنوها بقى ما تاكلوش الا لما تيجي. ماشي ما تاكلوش الا لما تيجي. مش هي تبقى تعبانه واحنا ناكل ونخلص الاكل قبل ما هي تقعد. فانتوا اهم حاجه ان احنا نستناها قبل ما تيجي. لا مش هقعد انا. خد اهو. لا مش هقعد اهو كمان. هي ماليش دخل غير لما كل يتجمع. اليوم لسه نايمه صح؟ جبت لكم ميه عشان ايه لو حد حب يشرب. لا بس الله ينور عليك يا مزفر جامد بجد والله. يلا روح اعمل ايه. على فكره انا بحب افطر وانا واقف مش عشان مفيش كورس. الكورس اهو بس انا بقى من النوع اللي بحب افطر وانا واقف كده عشان يبقى طيب. عشان تطول يعني الليله ليلتك واعمل اللي انت عايزه يا سيد. فعلا اللي بيقعد ما بيطولش. ما انا بقول لك انا بحب افطر وانا واقف. على فكره الاكل انت واقف فيه ميزه بقى كمان ان هو بيتوزع في جسمك كله. ايوه صح بقى ذهب. طبعا بقى انا اخش بقى اعمل لهم شويه عصير ليمونات وكده عشان افرفشهم بقى وابقى ايه عملت الواجب بتاعي ايه للاخر. فانا هبدا بقى اعمل الليمون. اعمل فرش كده حاجه حلوه. انت ماشي يا ام عاد؟ يلا هعد لك يا وفاء. ماشي اول ما عدي اقول واحد ثلاثه تنط وهنشوف مين اللي هينط احسن نط. واحد اثنين ثلاثه. ماشي ندى نط. نط لا ام عاد نطش عادي. نص التابلات. يلا يا زياد. يلا بقى نودي لهم الليمون. طبعا هما بيلعبوا في البسين و هظبطهم بقى بالليمونات. مدلعكوا انا كده صدق ان انا عروسه. يعني فطار وكمان حاجه تشربوا. ده بركه الجمال ده. ده بركه الجمال ده والله. تسلم ايدك. اللبن متشكرين. ليموناته باللبن. تسلم ايدك يا منى. خدي وفاء خدي يا صح. تسلم ايدك انت لما تيجي. ماشي تسلم ايدك يا منى. ما انا هجيب لهم اهو من ناحيتي. انا هخش اجيب لكم ال ميرسي. جميل والله. اخش اجيب لكم بقيه الليمون للي ما خدش يعني. بس نقفل الفيديو بقى الاول عشان طولنا قوي. الله ينور عليك. ماشي وبكده تكون انتهت حلقتنا ويا رب يكونوا مبسوطين وتكونوا مستمتعين. لا مبسوطين هو في احلى من كده. مش لا اكتر من كده اصلا بجد والله. مبسوطين راضيين عني. يلا راضيين عني. راضي عني يا ابو زياد. طول عمره راضي عني يا ابو زياد. مش عايز مش عايز تعمل فرح ولا حاجه؟ مين انا؟ عايز تعوضها؟ مش يمكن تكون بتعمل كده بتلمح. عايزه تقول له زق زقه. ايوه نيه بس كده. ربنا يخلي ليا. طبعا هو مش حارمني من حاجه ويخليكم ليا انتوا كمان. ورب تكونوا مبسوطين معانا النهارده في الحلقه بتاعتنا واشوفكم على خير ان شاء الله. واللي كمل معانا الفيديو نقول له ايه؟ ميرسي.